اللهم صل على سيدنا محمد
فعلاه سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك سلامة في ديننا وعافية في جسادنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة من قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حق علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو الحساب. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا حلالا طيبا مباركا ودعاء مستجابا. يا أيها المؤمنون ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنك عفو كريم تحب الأخلاق فاعطنا يا كريم. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وعبادتك ونسبحك بذنبك علمنا تأويلا. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب نار جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أخذ الله منكم تقدر يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد تحت القلوب ودوائها وعافية الأبدان وعلى آلها
وسلم.